السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. النهاردة حلقتنا مميزة لأن أول فقرة في بداية حلقتنا مميزة، ثلاث مواهب شابة وثلاث مواهب مختلفة. أول مواهب هيكون معنا تلاوة وشعر ورسم، هنجمع بيهم وهنتعرف على النجوم والفنانين بتوعنا النهارده، وهنبدا بالشيخ فضيله الشيخ محمد الجازي. اهلا بيك نور. والشاعر هشام علي، انا تشرفت بيك. والفنان الرسام المبدع بتاع النهارده احمد يحيى. ازيك احمد؟ انا اكتر. نبدا بيك يا احمد. احمد في البدايه انت رسام، دي حاجه معروفه جميله جدا. بدات الرسم امتى؟ بدات الرسم وانا في ثالثه ابتدائي، هي وراثه عموما من والدي. كنت برسم يعني في الابتدائي وكده، فكنت برسم للاطفال كلهم اللي هم معايا في الفصل، والحمد لله يعني كانوا فخورين بيا. كان في بعض الاحباط من ناس معينه كده، لدرجه ان انا سبت الرسم من فتره. ففي مدرسه كده ربنا يكرمها دلوقتي شجعتني وادتني جايزه في قلب الطابور. كنت ابتدائي في الابتدائي، كنا في سته ابتدائي الحوار دوت، لما هم يعني شجعوني كده. وبدات تاني ودخلت الاعدادي، وكان في احباط شويه، ومدرس عندي كان لغه عربيه كان برضو كان بيشجعني جامد، لغايه ما وصلت بقى لتالته اعدادي. في تالته اعدادي كان في مرحله ان انا ادخل ثانوي او ادخل دبلوم صنايع. ففي المرحله بتاع الثانويه ديت دخلت الثانوي شهر. ففي مدرسين كانوا يعني اثر يعني ان انا اسيب السنه. فانت كملت. فكملت الدبلوم صنايع. فحبيت ان انا اعمل حاجه يعني حاجه جميله، ان انا اشتغل مزيج من حاجتين، ان انا اشتغل وان انا ادرس. في اول سنه اشتغلت كتير يعني شغلانات كتير، مثل زي الكهرباء مثلا او النقاشه والحاجات ديت. فبعد كده لما طلعت الرابع في سنه اولى دبلوم على المدرسه كلها وعلى المركز بالرسم. بتاعنا الرابع على المدرسه بتاعتنا في المواد بتاعتي، مواد التخصص والحاجات دي. فوالدي ربنا يكرمه، هو ووالدتي واخواتي وكده شجعوني وخلونا ناخد كورسات. كنت عند استاذ علي الراوي، كورسات رسم ورش. ورش. فخدنا كورسات فاتطورت شويه اكتر. انت قبل الكورسات دي كنت بترسم نوع ايه، وبعد الورش اتعلمت ايه؟ كنت برسم ساعات بالجاف وبرسم بالرصاص، بس لما اتعلمت بقى في الورش ديت اتعلمت مع الاستاذ امام مدحت في بلاك انطويت، اتعلمت معاها فحم ورصاص وجاف والوان، وتمكنت منه. وتمكنت الحمد لله، وتعلمت كمان الحبر وازاي انقط بيه دوت، اشتغلت على نفسي بيه. ويعني التحفيز بقى كبير يعني من الناس ومن اخوالي ومن الاساتذه بتوعي في المدرسه. واخدت برضو شهاده من جي اي زد عندنا في المدرسه في الدبلوم. ودلوقتي بدرس حاليا في كليه حاسبات جامعه طنطا. والحمد لله يعني بقيت متطور اكتر. ربنا يوفقك يا رب. اللهم امين. ربنا يوفقك. هنرجع لك ثاني يا احمد. فضيلة الشيخ، الحمد لله. في البدايه ازاي في السن الصغير ده اصبحت امام مسجد؟ والله الفضل اولا يرجع الى الوالدين. ده اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يعني وبعد. الوالدين ثم الاساتذه، وخاصه يعني الضغط من المشايخ، وتعلمت حاجات كثيره منهم في سن مسبق، وكان سبب ان انا حفظت القران على سن العاشره او الحداشر. ما شاء الله ختم يعني حفظه كله. الحمد لله. سن العاشره والحان الان يعني بدرس الاجازه كامله على ايدي سيدنا الشيخ عبد الله، واجازه يعني، وايضا روايه ورش عن نافع، وبعض المعلومات التي طبعا هي اللي كانت تخفى علي في صغري، واصبح الان يعني خوض في بحور علوم القران، يعني علوم القران مفرعه من تفسير وتجويد وصوتيات ومقامات. انت درس ازهر ولا لا؟ عام، لان السيد الوالد لم يرشح لي الازهر في البدايه، لكن لم يكتشف الموهبه الا السيد الوالد بالفعل،
ولكن هو اكتشفها يعني مؤخرا، اكتشفها بعد ان دخلت الابتدائيه، واكتشفها ايضا لما امتزجت مع المشايخ وتعلمت الخطبه ايضا. حتى الخطبه بدات خطابه في سن 11 سنه. انت ما شاء الله امام في مسجد الهرم، تقوى في الهرم. في الهرم جميل جدا ما شاء الله عليك. هشام، هشام ازاي احكي لنا كده ازاي بدات الشعر والكتابه واخترت ليه الشعر؟ وحضرتك زمان وانا صغير كنت بحب الشعر جدا، اني بقرا ابيات لاحمد شوقي في ايام ما كنا في الابتدائي وكده، فكنت بكتب زي نظام ابيات احمد شوقي والكلام ده. بس بعد ما وصلت لمرحله الثانويه قابلت واحد صاحبي كان بيلقي شعر، فحبيت ان انا برضو القي الشعر، فكنت بحفظ قصايد عبد الله حسن والناس دي، وابتديت ان انا القيها، وكنت بطلع برضو على مسرح قصر الثقافه عندنا في الفيوم. بعدين حبيت اخد مرحله ان انا اكتب شعر. يعني انت كنت في الاول القاء بس؟ انا كنت بلقي. دلوقتي بدات تكتب. حبيت ان انا اكتب شعر. فوالدتي رشحت لي ان توديني قصر الثقافه. فروحت هناك وابتديت ان انا اعرض عليهم قصايدي. طبعا في الاول كان النقد ما كانش اللي هو، لان انا كنت لسه مبتدئ. فكان يخفى عليا اي نقد او اي اخطاء بتلقى. لان انا يعني الشعر بيلتزم ان انت تعرف تجيب صور في قلب النص، العروض اللي هو الوزن. اتعلمت النقط دي؟ اتعلمت بقى، مسكت الموهبه وابتديت ان انا انميها. كنت بتفق مع رئيس نادي الادب عندنا في الفيوم، الاستاذ كريم سليم، كنت بقعد معاه كل اسبوع عامه، يقعد يعلمني بحور الشعر لحد ما تمكنت في الموضوع. جميل جدا. فضيلة الشيخ، محضر قرآن إيه تتلوه علينا؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون أول المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيك يا سيدي الشيخ. هشام هتقول لنا قصيدة النهارده. نبض الوجع. اتفضل المايك معاك. مفتتح كل الطرق ضلمه ما تودينيش ليك، وعينيك زي البدر واخدها ليا دليل، بتشوفني وقت الليل لطريقي يخليكي تملى الحياه بالامل وتحب كل الشعر، وافتح ببان الشعر وفي نصي ابقى خجول، اول ما بوصل للامل بلقى الطريق مقفول. كل الطرق متقفلة، كل الأمان مهلهلة، حتى الوجع ما بقاش وحيد جاي وعنيه متبرجلة، هداري الآه في عيوني وبات حيران،
وعيش في الكون أمل خايب وورد من العطش دبلان وحلم غريب ملوش صاحب وجرح قديم صبح صاحب بدار دموع وجعها الخوف في قلب ليلات متغير وطفل كبير سبق سنه بيشبهني وانا صغير في يوم موعود تمر سنين وراها سنين وجرح دواه أمل مفقود كأنه ملوش هنا راح كأن حياته مرتاحة في جوف الروح كفوف الراحة دباحة وأنا مدبوح في تكويني لا عارف ألملم الحاضر ولا الماضي اللي متبحتر وغايب من زمان عني فراق الفرحة كسرني ومزع في الفؤاد الخوف بعوني الهربانين تنكيس لقلبي سابوه لوحده تعيس أبيع الوهم للشياطين يسموني البشر إبليس وتهجرني البنات في الغيب أحب يقولوا حبك عيب وتبت والإيدين بتسيب لقانا نصيب فرقنا نصيب حبيب فايت وجاي حبيب وما بنسلمش يوم منقول لنا كنت النبي يوسف ولا حتى كموسى رسول لكني بحب والفرحة ما بتزرنيش وعايش بس كان نفسي معاها أعيش ولملم روحي ووجدها ونفسي البنت تعشقني تعيش جنبي وما بإيدهاش ولا في يوم لحظة تفقدني وبوعدني أكون صابر وأكون عابر سبيل أحياء بحب ونفسي أتبسم بدون معاناة بحب ونفسي مرة ألقى حب حياة يا حياة بسيط وبسيطة كما حلمي وحل جنون المسألة أنا تايه في درب الروح وكل دروب مقفلة كل الأمان مهلهلة حتى الوجع ما بقاش وحيد جاي وعينيه متبرجلة وأنا مش نبي ولا حتى ممكن أكون رسول لكني جاي بشعر أقول نفس الحياة تنظر لقلبي تفرحه نفسي في بنت تحبني وتحب قلبي ما تجرحه بس الطرق متقفلة وكل ليلة بالوجع يحش في دموع النصيب نفسي بحبيبة يا زمن تملالي قلبي في نور تنجدني من معاناة تمسك دراعي وتبتسم وسط الحياة. هشام، هل القصيدة اللي بتكتبها بتكون تأثيرا على حاجة بتستلهمها من مواضيع بتحصل لك؟ هو أنا عامة في البداية لا، لأن أنا كنت بدور إن أنا إزاي أعرف أكتب يعني حتى كمان كنت بدور على فكر لأن أنا كنت بلاقي الموضوع صعب إن أنا ألاقي فكرة أشتغل عليها. لكن بعد ما تمكنت من الموضوع قوي فأي نص بكتبه بيكون مثلا أثر أحداث حصلت معايا كذلك. يعني اي حاجه بتحصل لك انت تكتبها تخرجها حزنك بتخرجه في كتاب. فعلا جميل جدا يا هشام. نرجع تاني للفنان احمد. احمد، انت ايه انواع الرسم اللي بترسمها؟ قلت برسم بالرصاص وبالفحم وبالجاف وبالحبر وبالالوان. جميل جدا. انت محضر ايه بقى رسمه تورى لنا؟ محضر النهارده فحم ابيض على ورق اسود. ده اللي اتعلمته من الورش. من الورش دي الرسومات اللي انت اتعلمتها من الورش الفحم. دي فحم ابيض اول نوع معانا هنا النهارده والباقي ان شاء الله يبقى معروض. ورينا برضو الباقي. ده الفحم كده. دي فحم ابيض. ديت صوره ميسي. دي تنقيط. قعدت عليها 13 ساعه في يوم واحد. قعدت من الساعه 1 الظهر لغايه 1 بالليل. قعدت نقط. كان الشغل دوت يعني مش متدرب عليه ولا حد علمه لي، بس انا التنقيط ده مش تعليم ورش. لا، انا علمت نفسي بنفسي التنقيط ده. اتعلمت ازاي بقى؟ من فيديوهات ولا انت بنفسك؟ لا، بنفسي ان انا دلوقتي بقيت ادرب اصلا رسم. فحبيت ان انا اجرب نوع جديد من الرسم. فجبت قلم حبر، قعدت انقط شويه، طلعت رسمه معينه في الاول خالص، وبعدين جيت رسمت اوت لاين للرسمه بتاعت التنقيط ديت بتاع ميسي. فاول رسمه ليا بالتنقيط فحبيت ان انا اشارك بيها النهارده. جميله جدا. دي التنقيط. دي التنقيط ودي الفحم. اخر رسمه ليا دي. اخر رسمه ليا اللي هي في 2021. دي اول رسمه في 21 واخر رسمه انت رسمتها. تمام. رسمتها من شهر 11 في 2020. وخلصت. قعدت فيها قد ايه بقى؟ قعدت فيها شهرين و11 يوم في الرسمه دي. بتتكلم عن مين كده؟ اتكلمنا عنها. هي تحت عنوان مهمشين. يعني بتطلع الحزن هي بتجمع حزن وفرح وحب، وان الناس مثلا مش حاسه بالناس اللي هم تعبانين اللي هم في الشوارع. انا حبيت ان انا اظهر كده بالرسم. دي دمج من رسمتين ولا دمج بين صورتين اتنين؟ حبيت ان انا اعمل خيال فيها، ان انا ادخل الشخصين دول في الشخص اللي هو
الاب وشايل ابنه ده. انت حطيت البنتين دفتهم. فحطيت ده في دفتهم هنا بحيث انهم يدوا شكل تاني. هل بتعملهم بترسمهم كده يعني خارج ورقه خارجيه مثلا او على كمبيوتر تشوف الشكل النهائي، ولا انت بترسمها من خيالك على طول؟ لا برسم من خيالي على طول بحيث ان انا اظهر حاجه جوايا، اظهر معنى جوايا انا عايز اظهره للناس. القلم والورقه بيتحدثوا معايا بالكلام يعني. وديت كانت حاجه جميله يعني، عبرت بها عن احساس جميل موجود. جدا نشوف اللوحه الثالثه. انا معاك اللوحه الثالثه الرابعه ديت. دي ايه بقى؟ رسمها راسمها بالقلم الجاف الاسمر. ديت الرسمه بتحس على الحب والرحمه ما بين الحيوان والبني ادم. دي رشيده. فهي رسمت الشخصيه ديت فهم متجانسين مع بعض ان هم بيحبوا بعض والسعاده باين عليهم هم الاثنين. السعاده يعني ازاي ان احنا نلعب مثلا مع الحيوانات او نحس نرقب بالحيوانات اللي موجوده معانا برضو. جميل جدا. نشوف الصور اللي معانا وكلمنا كده على كل صوره وعرفنا تفاصيلها ورسمتها امتى. تمام. نشوف الصوره الاولى معانا. دي من بعض الرسومات. دي من بعض رسوماتك. دي التنقيط ودي الفحم. دي الفحم الابيض ودي القلم الجاف والثانيه القلم الجاف الاسمر. هنشوف الصور جاهزه يا شباب. تمام. تمام. عمال ما يجهزوا الصور هنتنقل ونرجع لك ثاني. تمام. مش اي مشكله. ازيك؟ ازيك منور. التلاوه في البدايه انت حبيت الموضوع ازاي؟ والله القرآن دايما أبدا شيخي كان يقول لي زمان يقول لي حاجتين أو ثلاثة يصطفي الله عز وجل منهم عباده. القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم الناس. الله عز وجل أورث كتابه لمن اصطفاه. دي الأولى. الثانية نعمة الصوت. الصوت ده نعمة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. قد تجد شيخ يعني ممكن يكون صوته عادي ولكن متقن، فإتقان القرآن وحفظه شيء والصوت شيء، لأن الصوت هذه موهبة ربانية طبيعية موجودة في الإنسان، لكن كإتقان وحفظ قد يستطيع أي أحد أنه يحفظ ويتقن القرآن. ولكن الصوت نفسه هذا يعني شيء ثاني. وعلم المقامات قد لا يعني لا يتلائم مع اللي هو صاحب الصوت العادي، لكن صاحب الصوت الهادي والهادي والمتمكن في وعنده نعمة الصوت المقامات زي الدكتور طه عبد الوهاب كده ما بيعمل، وزي الدكتور الشيخ مصطفى احمد والناس اللي بنسمعهم ديت ما شاء الله قام النهواند والسيكا والريست والمقامات الصوتيه كلها. بعيدا برضه عشان في ناس بتعلق تقول لك المقامات الصوتيه في القران الكريم طبعا محرمه، لكن احنا بنقول الموسيقى بوجه عام يعني. الموسيقى لا ندخل علومها في علوم التجويد، لان علم التجويد بريء من الموسيقى والالحان وغيره. عشان برضه نكون، لكن الصوتيات غير الموسيقى. مين المقرئ اللي حببك انك تحفظ قران او نفسك توصل له مثلا؟ كمحفظ ولا كاستماع؟ لا كاستماع. كاستماع من اكثر الناس في العصر الحديث اللي انا بسمع لهم الان في مصر الدكتور عبد الناصر حرك. بينما في العصور الماضيه في الشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والناس الكبار اللي هم تعزنا. جميل جدا ما شاء الله. الله يجزاك. هشام، هل واجهت انتقادات في بدايه كتابتك الشعر؟ اكيد. ايه كان نوع الانتقادات دي؟ والله وانا في البدايه يعني ما كنتش بلاقي حد يحفزني ان انا لما بكتب شعر ان هو مش قوي، لان هو كان مجرد كلام عادي، لكنه برضه كان يا دوب حبه فضفضه. فلما شفت من كده يعني انا ما يئستش، ان انا حابب الموضوع، حابب ان انا اتعلم شعر، حابب ان انا يجي عليا في يوم من الايام وابقى شاعر. فيئست يعني واجهت انتقادات بس انت ما يئستش منها؟ انا ما يئستش يعني. بالعكس ده انا اخدت دي سلمه. طب وخطيت عليها. ايه نوع الانتقادات كده؟ نبذه بسيطه عنها. يعني زي يعني اللي هو اللي عمرك هتيجي في يوم تبقى شاعر، كلامك ده مجرد كلام عادي. مجرد تكتب خلاص. مجرد كلام عادي ممكن اي حد يكتبه. انا لو قعدت اكتبه هكتبه عادي. طب تمام انت قاعد تكتبه، بس يعني في فرق ما بين واحد بيقول انا لو قعدت هكتب ده، وفي فرق ما بين واحد خد مرحله ان هو يكتب. دي مرحله بنفسها، دي خطوه لوحديها، دي خطوه واكبر خطوه. جميل. محضر قصيده تاني؟ انا بحضر قصيده بس بدون عنوان. بدون عنوان. اتفضل. هي اسمها ينفع ليها اسم كده بدون عنوان؟ اتفضل.
قلبي مال على الجرح، قال له نفسي يوم اعرف اعيش، ناوي تسرع عمري كله جوه حضنك لو مفيش فيا رمش الجرح مسه فيا روح لساها باقيه لسه في عينيها الحياه جايه تحبي عشان تعيش. ليه طوفانك هب فجاه يفتل الضحكه بدموع يغزل الاه بسعاده روح بتتمنى الحياه قلبي سافر والسلام على اتصال قلبي وحماه. الحقيقه اني في حكايتي كنت تايه بين ضلوعي كنت اسافر جوا قلبي لما تنهار يوم دموعي عمري سافر والسلام على لسان قلبي وحماه. الحقيقه اني في حكايتي كنت تايه بين ضلوعي كنت اسافر جوا قلبي لما تنهار يوم دموعي وحدي بس انا كنت اطبطب فوق كتافي واقول لعادي جرح حاضر جرح ماضي جرح يشبه للاعادي ضحكه بايخه وصوره بايشه دمعه كان في عينيها دمعه خايفه من كل الظروف دي الحقيقه المره دايما ان عايش دوري ميت ايوه روحي في الحياه والحياه مش راحه فيا مليا فرحه عليا مين وسقي قلبي من حنانك طالب عادك ليه كتير يلي علوان في رحابك قلبي زاد شوق ولهفه تروي روحه بروح جنابك وانت روحك زي كعبه وانت روحك جوه قلبي كعبه واللي يطوفها مات وهي دي اصل الجينات. القصيده دي تفتكر انت كتبتها امتى او كتبتها ليه؟ القصيده دي انا في الفتره دي كنت كنت حزين شويه هي كانت من شهر 11 اللي فات عامه يعني فحسيت بخنقه وكنت متضايق من بعض الظروف يعني اللي حصلت لي وكده عشان كده كتبتها. كنت بنزل بقى دايما بحب انزل في بالليل كده الساعه 11 او الساعه 12 اقعد على ناصيه الشارع واقعد اكتب اوقات برضو لما كنت بتمشى على الكورنيش بحب برضو اقعد اكتب هناك يعني استلهامات وكده. جميل جدا يا هشام. نرجع تاني لاحمد. احمد الصور جاهزه معانا هنعرضها وكلمنا على كل صوره بملخص. تمام اتفضلوا يا شباب اعرضوها لنا. رسومات بتاعتك اهي دي بدأناها اهي ديت فنان عادل امام طبعا فنان القدير فديت كنت لسه يعني بادئ الاولانيه اللي في الجنب ديت كنت لسه بادئ خالص يعني في البدايه خالص دي اللي بدأت بيها والثانيه دي لما اخر حاجه وصلت لها كورسات. جميل جدا اللي بعديها ديت بالفحم برضو ده مين؟ كان ممثل بيمثل في فنان حمد مرغلي صح؟ لا 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 كان ممثل بيمثل في سبايدر مان فكان شرير فيها يعني ذا اميزنج سبايدر مان دي برضو ديت كان دوايت كان فنان عزة أبو عوف فنان عزة أبو عوف تاني يوم ما مات رحمة الله عليه يعني كان الله عليه. عملتها يوم 2/7/2019 لما بعد ما توفى على طول جميل جدا. ميسي اللي انت وريتنا حاليا ايه دي؟ تنقيط برضه بالنقط قعدت فيها 13 ساعة. جميل جدا. ديت المهمشين اللي معانا دلوقتي اللي انت وريتها يعني وريتها لي برضه. ديت والدة الأستاذ علي الراوي وديتها له كان فرح بيها جدا يعني ونشرها لي على الفيس بتاعه الحساب الشخصي. جميل جدا. وشكرنا عليها وكان حبيبها يعني وبقينا اصدقاء دلوقتي شويه. جميل جدا. عايزك توجه كلمه للشباب انه ما يقسوش يكملوا في حلمهم في طريقهم. ما تيأس ابدا. دايما في احباط كل الناس مش هيعجبهم اللي انت بتعمله. والدي ربنا يفتح عليه يعني قال لي لو مالكش ناس حاقدين اعلم ان انت فاشل يعني الفاشل هو بس اللي ملوش ناس حاقده عليه فانت صحيح. انت دايما ادام عندك ناس حاقده او ناس وناس بتنتقدك فانت ناجح. فانت ناجح فالحمد لله يعني الناس كانت بتنتقدني وانا حبيت ان انا اطور من نفسي النقد كان بناء ان انا اوصل يعني بيه. شكرا جدا يا احمد. وجه كلمه للشكر للشباب يا هشام. بحب اشكر كل اللي في يوم قال كلمه حلوه في حقي وبالاخص بشكر والدي ووالدتي لان هم بجد كان العمود الاساسي اللي بيحفزني دايما فبشكرهم جدا وبشكر كل اصحابي وتشرفت بحضرتك. وانا اكتر. وجه كلمه تشجيع للشباب. الفشل هو اول سلمه لدرجه النجاح فكونك بتكتب شعر او ان انت خدت خطوه ان انت تكتب شعر فده شيء كويس استمر وما تيأسش. اشكرك. كلمه شكر اللي وقفوا جنبك وصندوق.
شكرا جدا لوالدي ووالدتي واخواتي والمدربين بتوعي اللي انا خدت معاهم كورسات او مدرسين بتوعي بتاع الدبلوم او غيرهم. شكرا جدا ليكم وشكرا لكل الناس. فضيلة الشيخ وجه كلمة شكر اللي وقفوا جنبك وصندوق. والله الشكر ده وجه اولا للشيخ سيد مهدي استاذ القران الكريم في المدينه المنوره الان، وشكر خاص ايضا لشيخنا الكبير والمعلم الجليل الشيخ ربيع اسماعيل. والنصيحه الاخيره للشباب، لن احدث الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. فالقران نعمه عظيمه، اذا اردت ان تنجح في حياتك في اي مجال فعليك بالقران. اكيد طبعا. ونختم بالقران الكريم فقرتنا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بشكركم جدا، بشكرك يا احمد كنت منورني، بشكرك يا هشام، بشكر طبعا الشيخ فضيل الشيخ محمد. كانت نهايه ختام فقرتنا، هناخد فاصل، وخلال الفاصل هنعرض لكم بعض اغلفه الكتب ان شاء الله المشاركه في معرض المعارض الجايه، معرض القاهره اسكندريه، معرض المحليه. هناخد فاصل ونرجع لكم.